طائرات النقل مزودة بأجهزة تسجل بيانات خلال الرحلات تستخدم بعد الحوادث وتعرف عموماً بالصناديق السوداء. وجميع الطائرات التجارية مزودة بصندوقين أسودين يوضعان عادة في الخلف. هما آلة التسجيل الصوتية في مقصورة الطائرة التي تسجل المحادثات والأصوات والإعلانات في مقصورة القيادة، وآلة تسجيل بيانات الرحلة التي تخزن بيانات خاصة بالرحلة كل ثانية، قد يصل عددها الإجمالي إلى 700 معيار مثل الارتفاع والسرعة والحرارة. والمدة الإجمالية للتسجيلات هي ساعتان في الآلة الأولى و25 ساعة في الآلة الثانية. والصناديق السوداء مصممة لحماية المعطيات في حالة سقوط الطائرة أو غرقها حتى عمق 6000 متر أو نشوب حريق فيها. وهي مزودة بأجهزة توجيه لتسهيل الأبحاث في أعماق البحار، وتصدر هذه الأخيرة إشارة تنتشر في المياه على شكل ذبذبات كل ثانية لمدة 30 يوما على الأقل.